نور مستمرين بحلقتنا الخاصة لليوم وإلى محطتنا التالية. تبارى الشعراء في التعبير عن أحاسيسهم الوطنية، ومثل جلاء المستعمر الأجنبي عن الوطن مناسبة هامة ليقدم هؤلاء الشعراء أصدق التعابير الوطنية، مستعيدين نضال الآباء والأجداد والتطلع إلى فجر الاستقلال الذي تحقق بعد جهاد مستميتة شاركت فيه كل الجماهير وحققت حلمها الوطني المنشود. للحديث عن دور الأدب الإنساني في زمن الجلاء والأزمنة اللاحقة معنا الشاعر والأديب حسين عبد الكريم. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنتم بخير. صباح الخيرات، كل عام والوطن بخير، وسوريا تبني أمجاد الجميل رغم كل هذه المواجع والأوبئة أيضا. وأنا بظني مثل ما عبرتوا أنتم، الجلاء هو اللي بيرجع بيبنينا، هو بيبني أحلامنا من جديد طبعا. والجلاء هو أنا برأيي أكبر من أنه يلاقي فرصة زمنية ضيقة، هو له كل الأزمنة. صحيح. أنا برأيي له تاريخ. الجلاء مثل ما قلت استاذ يمكن بنعيش دائما اثاره الى اليوم، وعم ندفع ثمن هيدا الجلاء اليوم في دحر الارهابيين بهمه رجال الجيش العربي السوري. خلينا نحكي دائما للادب حصه في توثيق وترجمه المشاعر الوطنيه بكل مرحله تاريخيه في سوريا. خلينا نحكي عن الادب اليوم في زمن الجلاء. دائما يمكن القلم السوري كان حاضر في كل المراحل التاريخية المؤثرة في سوريا. الجلاء أسس لمرحلة أحلام كبيرة، ولهذا الأدب يظل يحاور هذه الأحلام ويبني سلالم موسيقية باتجاه هذه الأحلام. ولعل أيضا الجلاء بنى أزمنة أيضا كثيرة، بنى زمنا إنسانيا، بنى زمن بطولات، بنى زمن له علاقة بالأخلاق والقيم. وغالبا الجلاءات بشكل عام هي حالة حقيقية إنسانية في مواجهة حالة أخرى متوحشة قاسية فيها طغيان، فيها طبعا حتى في اللغة الجلاء أسس للغة عظيمة. ولهذا بظني أن الشعر والإبداع بشكل عام ظل يحاور هذه المعنويات العالية في الجلاء في زمن الجلاء، ولعله وفق كثيرا، ولعل الجلاء هو ربيع أيضا. ولهذا الشعراء يعني الذين توقفوا عند الربيع، ولعل الشاعر الكبير الأخطل الصغير وهو بشار الخوري من شاعر نسق الرياض ونظم أكبرت فيه العبقرية الملهمة، قالوا الربيع فقلت ما أنكرته رشف الدموع وردهن تبسما، يا صالح بن علي هل لك في يد فلقد وجدت لكي تغيس وترحم، هذا الربيع عشية وصباحها وافى ربيعك لا إذا متزممة. طبعا صالح بن علي هو قائد الثورة السورية في الساحل السوري. صحيح. وأسس لزمن إنساني عظيم واستوحاها الشاعر الكبير الأخطل الصغير في هذه القصيدة التي مطلعها أو عنوانها اللاذقية أصعدت إلى السماء أم أهبطت إلي السماء. هو يريد أن الشيخ المناضل الكبير صالح العلي الذي أسس لقيم أخلاقي وإنساني عالي ووطني عالي، لا يوجد وطن بلا إنسان ولا يوجد إنسان بلا وطن، أقام هذه الجدلية الجميلة والحنونة، فكانت له هذه القصيدة العظيمة. طبعا والبدوي الجبل هذا الشاعر الكبير، حلفت بالشام هذا القلب ما همد عندي بقايا من الجمر الذي اتقد، وأرشف الكأس من عطر ومن غيد فأسكر المترفين العطر والغيد. وله أيضا بقصيدته التي حاور بها المستعمر الفرنسي آنذاك يا سامر الحي، وقد أوردها كثيرا صديقي الراحل الكبير حنمينة، التي أفرد أكثر من رواية عن الجلاء وعن تاريخ المستعمر الفرنسي وقسوته ومظالمه. عرفت شو؟ يا سامر الحي هل تعنيك شكوانا رق الحديد وما رق لبلوانا، إني لأشمت بالجبار يصرعه طاغ ويرهقه ظلما وطغيانا، سمعت باريس تشكو زهو فاتحها هل تذكرت يا باريس شكوانا. آنذاك كانت باريس تحتل، طبعا كانت تحتل مو سوريا فقط، الأحلام السورية، البناء والحجر والشجر. وقبل هذا يعني المستعمر ليس مرحلة في الجلاء أو قبل الجلاء،
هو دائما في عين مستعمرة على سوريا عبر المراحل، على سرقة كل ما هو جميل. هو المستعمر هو يود سرقة كل ما هو جميل ومميز، من اللغة إلى الصناعة إلى الحب إلى الشجر إلى الحجر. لهيك بيتم دائما ضرب بأي استعمار الحضارة والتاريخ، يعني حتى المواقع الأثرية لا أساسا حذف هيدا التاريخ لأنه بيأثر، يعني بالنسبة له نحن صناع التاريخ إن ما عندهم تاريخ، فدائما بيحاولوا ضرب جميع معالم التاريخ في سوريا. تماما، يعني هي مفهوم الغيرة عندهم مفهوم متوحش، ولهذا مفهوم سرقة. مثلا الزمن المقاوم، لا يوجد مقاومة إلا تمتلك الكثير من الإنسانية، لا توجد مقاومة إلا تمتلك الكثير من الأحلام أيضا. يعني ولهذا أنا عندي واحد، يعني الزمن لا ينفصل بين الجلاء وحرب تشرين مثلا والمقاومة الآن، هذه المقاومة التي تعيش سوريا ويعيش الإنسان الكبير بأحلامه إنسانيته عمق روحه أيضا وزمن زمن الأخلاق سيبقى. أنا عندي قصيدة مثلا كيف دمجت هذا الحزن الكبير الذي تترجمه إنسانية المقاوم حبا كبيرا أيضا وحضورا كبيرا. زيتونة في الحب، أغنية دمشق، عصير كرومها التاريخ، والأبد المعتق، والنساء الكائنات يختن صوبا للبقاء فلا يشق. قبالة كحلها عين العواصف، والفلسطين النبية، كل جرح في دنان نزيفها تعتيقه غرب وشرق. ليس من حقنا اليأس، مقطع آخر صغير، ليس من حقنا اليأس ما دام في العيون نداء، وأنت أم الجميلات والنظرة العصماء. ربيت كحلا فارسا كي يعشق النبلاء، سألتني امرأة من هم الشعراء، قلت لها عطرك المستطاب يا شام، والأجمل الدم المعطاء، والبطولة الفقراء، منهم نتعلم أننا الكتاب والشعراء. ليس فرق في الهوى بين فقر ووفر، كل عشق في زمان التحدي المرير والعداء الخطير، لحنه دم المعطاء، والبطولة الفقراء، يولدون في عراء البرد كالسنين، ينجبون أحلامهم، وجدهم وطن والسخاء. ليس من حقنا اليأس ما دام في العيون نداء. وبظني هذه الحال التي لها علاقة بالوجدان وكرامة الحلم أيضا وكرامة الإنسان السوري والإنسان المقاوم في كل مكان، هي كرامة الجلاء الذي أسس لها العقل الرحيم والعقل الذي لا يؤمن بالتوحش ولا يؤمن بالاستغلال. من أيام المناضلين الكبار في الجلاء وقبل الجلاء واستمرارا إلى حرب تشرين أيضا. حرب تشرين هي تلخص حالة استمرار لجلاء آخر. يعني لعلي أود هنا أن أذكر الشاعر الكبير صديقنا الكبير رحمه الله جوزيف حرب، يوم جاء يوما إلى دمشق وكتب في تشرين دمشق، كيف ربط التاريخ، ربط التاريخ بين الجلاءين وكرامة الزمن الإنساني والزمن المقاوم. دمشق على سيف، على غار وسيفين، على غار دمشق على غار وسيفين، فلما أزور دمشق، دمشق على غار. قصيدي طويلة لكن نستمر إلى البيت الثاني. البيت الثاني: أبا باسل إن قيل عادد مستق، فزي حلب عادت وعاد أميرها، أمير لها تشرين، كل غمامة تلون قوسا كي يمر أميرها. ولعل الجواهر أيضا كيف ربط الزمن، الزمن المقاوم الحضاري بين إنسان الجلاء، إنسان المقاوم بشكل عام، كيف ربط حين يعني الزمن جمع الماضي والحاضر والمستقبل. قالوا دمشق وبغداد، فقلتهما فجر على الغد من أمسيه من بسق. يعني دمج الزمن الإنساني الكريم الذي لخصه لنا وأبقاه في أحلامنا، هو يبنينا من جديد ويبني لنا لغة جديدة الجلاء، سواء في كل هذه الجغرافيا الإنسانية الرائعة التي بناها حلم المقاومين آنذاك، وسيبقى الزمن لا يموت. والزمن غالبا الزمن بطر بنفسه، الزمن نحن نضيف للزمن إنسانيته. أولئك المقاومون العظماء هم أعطوا للزمن معناه،
ونحن الآن الإنسان السوري، هذا الإنسان الذي يقف وراء أحلامه بكل الحب وكل الشرف وكل الشفافي أيضا، هو يعطي للزمن معناه الوطني ومعناه الرجولي ومعناه الأخلاقي والحميم أيضا. نحن بحاجة إلى كل هذه المكرمات التي يبنيها الجلاء لنعطي للزمن معاني، لأن الزمن بطر علينا. الزمن دائما عنده إحساس بالتفوق على الإنسان، إلا في لحظة الحب أو لحظة الوطن أو لحظة فروسية الأحلام الكبيرة الوطنية. أكيد. أستاذ حسين، بالختام خلينا ولو سريعا بالوقت المتبقي نحكي اليوم عن دور أدب المقاومة بهذا الزمن اللي نحن عم نعيشه. الحرب اليوم على سوريا هي كبيرة، والإرهاب اليوم موجود للأسف بكل الجغرافيا السورية، كان موجود وممتد ولكن اندحر بشكل كتير كبير. خلينا نحكي عن دور أدب المقاومة بهذا الوقت. يعني هذا الدور الكبير، لعلنا نذكرنا نحن حنمينا مثلا مصابيح الزرق، وقد لخص فيها روح المعاناة الكبيرة من المستعمر الفرنسي، وفيما بعد كتب الشراع والعاصفي كانت فيها حالة النهوض. ولعلي أستوقف بصديقنا الكبير الراحل محمد الماغوط مثلا بضيع التشرين مثلا، كيف لخص حالة الحب الكبير للكروم، الكرم الذي يبحث الإنسان السوري المقاوم والبطل لاستعادته. الآن هنا بظني الآن المقاومة ستكون أكبر، واللغة الإبداعية يجب أن تكون أكبر، وهي أكبر بظني، لأن حالة التدمير كانت أكبر، وحالة الخنق التي أرادها المستعمر المعاصر الذي يتحلى بوحشية كبيرة عكس الزمن الإنساني الذي تكلمنا عنه والذي يتحلى به الإنسان المقاوم أو الوطن المقاوم. لا يوجد وطن ليس فيه معنى كبير للحب والإنساني والكرامة وكرامة الأخلاق الحلوة أيضا. فنحن في اللغة الإبداعية المعاصرة نبحث أو لعلنا نحاول أن نستدين من كرامات المقاومين الآن. نعم. وكرامات شهاماتهم لغة حلوة، لعلنا نرقى إلى مستوى كراماتهم في الرواية أو القصة. والكثير الحقيقة من الروايات الآن بدأت تخرج، لعلها توفق أن تكون بمستوى هذه الكرامات. صحيح. الكبيرة التي أسس لها الإنسان المقاوم الذي يحارب الإرهاب، يحارب الفقر، يحارب خديعة الإنسان الغربي، عولمة التوحش الآن. نعم. المقاومة أكبر بكثير من أيام الجلاء بالمعنى العادي الاعتيادي الذي يقدمه الإعلام بشكل جميل وبشكل تفصيلي أحيانا. فالآن المقاومة هي مقاومات، لأن عولمة التوحش تحتاج إلى أدب كثير لتوضيحها، وتحتاج أيضا إلى إعلام كثير لتوضيحها. فدوركم أنتم شريك مع الأدب. صحيح. لعل اللغة الوجدانية أكثر قربا من التفاصيل، أكثر قربا من حرائق الوجدان المهمة التي تحرق الخراب وتؤسس لصلاح جديد. بدنا نشكرك كثير الأديب حسين عبد الكريم لوجودك معنا، وكل عام وأنت بألف خير مرة ثانية. تحية لروحكم وتحية لسوريا الكبيرة ولأزمنة الجلاء التي يزرعها هذا الوطن الكبير. بدنا نشكرك الأديب والشاعر حسين عبد الكريم على وجودك معنا، وسيبقى يمكن الأدب المقاوم والقلم المقاوم أثر لصياغة التاريخ الحقيقي في سوريا.